في الآونة الأخيرة عرفت هواية الحمام الزاجل بالعالم تطورا كبيرا، مما أدى إلى ارتفاع أثمنة الحمام الزاجل بشكل مهول. نيو كيم عروسة مزاد البطل غاستون وكورت الابن على موقع بيبا البلجيكي، حيث حققت رقما قياسيا عالميا كأغلى حمامة بالعالم، حيث قدر ثمنها بـ1,600,000 أورو. وقد استطاعت هذه الأنثى التفوق على الرقم القياسي العالمي السنة الفارطة للذكر المتخصص في المسافات الطويلة أرماندو للبطل الكبير جويل فيرشوت، والذي بيع بسعر 1,252,000 أورو. تمكنت نيو كيم من تحقيق الرتبة الأولى أس بيجون على مستوى بلجيكا نصف الطويل سنة 2018، وقد حققت أيضا الرتبة الثانية شاتورو والرتبة 12 سباق أرجنتون، ثم الرتبة 21 في سباق شاتورو. كما تلاحظون في هذه الصورة نقدم لكم أغلى طيور الحمام الزاجل على مر التاريخ، والتي بيعت كلها على موقع بيبا البلجيكي. أغلب الإنجازات التي حققها غاستون تنحدر من سلالة الذكر الشهير The Casabauer. الأنثى نيو كيم كذلك فهي حفيدته. قد قام غاستون بتحنيط الذكر ذي كازباوير، وتم الاحتفاظ به كتذكار نذرا للإنجازات الكبيرة التي حققها. قرر البطل غاستون وابنه كورت اعتزال هواية الحمام الزاجل، ثم بيع كل الحمام بما فيه حمام الإنتاج نظرا لسنه الكبير الذي يتجاوز 74 سنة. ولقد اختتم مسيرته في هواية الحمام الزاجل بالإنجاز التاريخي للبطلة نيو كيم، وقد جنى أموالا طائلة من الحمام الذي بيع على موقع بيبا البلجيكي. وأخيرا نترككم مع بعض الصور للبطل غاستون وكورت، فرجة ممتعة. يمكنكم الاطلاع على المصادر في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب والضغط على زر لايك. شكرا لمتابعتكم.
لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.